اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع واحد الام اللي مازال مستمرة في البحث على الابنة ديالها اللي قاصر وخرجت من الدار المدة ديال شهرين والصرف دابا شهرين و14 يوم. مازال الام تتقلب عليها. الاسم ديالها؟ الاسم ديالها هبة وردة. سميتها هبة. البلاصه اللي تيقولوا لها كتمشي ليها يعني مخليه وليدات الاخرين وتتقلب على هذه البنت لانها مازال قاصر ويقدر يغربها شي واحد. اي حاجه ممكنه وخايفه عليها. غنخليكم مع الام تعاود لينا فين مشات وفين قلبات، والنداء ديالها لكم نتوما كشعب مغربي اللي غيقدر يوقف مع هذه الام هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي انا يا كنقلب على هبة وردان، كنقلب عليها دابا راه تغيبات مدة شهرين و14 يوم. اليوم تغيبات، انا دابا كنقلب عليها، ما كنخلي حتى بلاصه، ما كنخلي فين نمشي ليها. جيت لسباته، مشيت ل 81، قالوا لي كانت كتدور هنا في 81 لواحد الجرده تما كيقولوا لها اليسكي، راه معت اليسكو هكا اليسكو جرده اليسكو. تما ملي جيت لهذيك جرده اليسكو وريتها للناس تمايا كيقولوا لي اه راه كاين هنايا. وباش انا زدت تاكدت من تما بالله، راه اللي وريته التصويره كيقول لي اه راه كنشوفوها وسميتها هبه بالضبط. وقالوا لي راه دابا تكرفصات وتوسخات وناضت لها شي حاجه في وجهها، كتعيش في الزنقه. قالوا لي كتنعس في الزنقه، قالوا لي كتنعس غير في واحد السطح ديال واحد الجردات غينيه. شي واحد ولد سباته هو اللي خرجها النهار الاول، هو اللي النهار الاول فاش عيط لها وصيفط لها في الفيسبوك وجابها، هو اللي تعدى ليا على بنتي وخرجها من دارهم. ودابا راه تشردات في الزنقه وفين ما متاكده ان بنتك دابا عايشه متشرده. كلشي كيقولوا لي الناس راه عايشه متشرده، كلشي كيقولها ليا، كيقولوا لي الناس راه شفناها هنايا في هذه البلاصه، شفناها في مديونه، شفناها في الرشاد. دابا قالوا لي كاينه في حي النور، قالوا لي كاينه في المسيره، مشيت للمسيره، قالوا لي كاينه في حي مولاي رشيد، مشيت لمولاي رشيد. يعني فين ما قالوا لك؟ فين ما قالوا لي اي بلاصه قالوا لي كاينه كنمشي ليها. دابا انايا ما عنديش حتى باش فلوس المركوم، ما عنديش، مخليه انا مخليه خدمه ومخليه عاود يعطيني الرقم 06 06 11 16 92 81. ودابا ما توصلت حتى بشي خبر، حاليا باقا ما توصلت حتى بشي حاجه. دابا حاليا البارع عاوتاني كنت في هذيك الجرده، قالوا لي ما بقاتش رجعت هنايا. حبيبتك كتقولي انها عارفه كتقلبي عليها، علاش ما بغاش ترجع لها؟ وشكون اللي عرف؟ واش انا عارفه واش كتقلب ولا ما، واش عارفاني كنقلب ولا ما عارفانيش كنقلب؟ ما عرفتش. كتعرف ترجع، كحافظ النمره التليفون ديالي، ولكن شوف علاش ما بغاتش ترجع؟ واش خوف؟ واش ما قدرتش ترجع؟ واش الله يعلم، ما عرفتش. انا حاليا دابا ما عرفتش. انا هاد المده كامله وانا تنقلب، والله القسم الا هاد الشيء كله كنخرج مع 9 الصباح، كنخرج مع 9 الصباح، ما كنرجع حتى ل 10 الليل، 10 ونص 11. البارح كنت في مديونه، تساريت مديونه كامله، ما جيت حتى ل 11 البارح من مديونه. نهار الجمعه عاوتاني ما رجعت حتى ل 11 الدار، من 11 الصباح حتى ل 11 الليل. نهار السبت نفس المشكل، من 8 البارح الاثنين مشيت لمختاف ومشيت مع 8 الصباح. واخا انت الامنيه ديالك الوحيده هي تقيد. انا الامنيه الوحيده ديالي هي نلقى بنتي، والناس اللي كيشوفها توحشها بزاف بزاف، توحش بنتي. اصلا كنفكر غير فيها، اصلا ما كننساهاش هي جوج كاع. انا ما كنقدرش، انا ما كتقدرش كدوز عليا شي لحظه وما كنتفكرهاش. انا ما نقدرش كدوز شي لحظه وما كنتفكرش هبة، حيت انا بنتي هي الصديقه الوحيده ديالي. واللي ملي كيقولوا لي الناس اصلا بنتك دايعه مشرده، دايعه تبلات ولاو فيها بزاف د الحوايج، كنبقى نفكر وكنبقى نبكي بحال شي مسطي، وليت بحال شي مسطي في الزنقه. ولادي الاخرين ما بقيتش رديت لهم البال. دابا انا ما بقيتش كنفكر لا في كره لا في ما لا في دوله. والبارح مولات الكره عيطات لي بهدلتني، قالت لي صيفطي لي فلوس الكره، انا كنقلب على بنتي. قالت لي انا ما سوقيش، ما تقلبي ولا ما تخلبي، صيفطي لي انا رزقي، صيفطي لي فلوسي لما ودو كيتسال. انا ما بقيتش لاقي حتى من وكلت لولادي، ما بقيتش لاقي من وكل، ما بقيت كنخرج نخدم، ما بقيت كنخرج، وليت كنضيع نقلب غير على بنتي. وبزاف الناس كيعيطوا لي كيتفلوا عليا كيقولوا لي حنا نصيفطوا لك الفلوس، ديري معنا حوايج خايبين.
شنو ديري معنا وشنو ديري معنا، حنا غنصيفطوا لك فلوس باش تكوني مع بنتك وباش ديري وباش. بزاف الناس كيستغلوا الضعف ديالي انايا، انا بنتي قلبي محروق على بنتي، وهما بزاف الهضره الخايبه كيقولوها، كل واحد كيعيط لك من قنت. انا كنبغي نقول الناس اللي في قلبهم الرحمه واللي كيشوف هيبه يتصل بيا ولا يتصل بالبوليس، هذا هو النداء ديالي للمغاربه، على الاقل يديها البوس ديال البوليس اللي في قلوبهم الرحمه وكيعرفوها. دابا حاليا قالوا لي ناضت فيها شي حاجه هنا في حنكها، شي حاجه حمراء ناضت لها في حنكها، واش حزازه واش حرقه واش ما نعرفش شنو، قالوا لي ناضت فيها. يا ودابا كنطلب من الناس الى شافتك، كنبغي نقول لك بنيتي رجعي لداركم، وراه حتى واحد ما يهضر معاك، وراه كنقلب عليك هيبه وتوحشتك بزاف، وهادشي اللي كديري فيه راه ما كيصلحش، راه تدري يا بنيتي ما تقدر تخرج من دارو، انت في عمرك يلا 15 عام، يلا 15 عام باقا في عمرها، غتكملها في هاد شهر جوج 12، في هاد شهر جوج غتكمل 15 عام معاها في اليوم قبل غدا. واخا اذا مشاهدي قناه شوف تيفي الله يجازيكم بالخير، هذا نداء ديال هاد السيده اللي تتقلب على البنت ديالها هبه في عمرها 15 سنه. الاخبار اللي كتشيع حاليا هو تيقولوا شي واحد هو اللي خرجها من الدار في فيسبوك، صيفط لها ميساج، لكن الان قالوا لها الناس اللي في سباته منطقه سباته انها راه عايشه متشرده، عايشه غير في الزنقه. فالله يجازيكم بالخير، اللي في قلبه الرحمه وشاف هاد البنيه يعتق هاد الام من هاد المراره اللي كتعيشها، يعتق هاد الام من هاد الازمه الخايبه اللي كتعيشها، حتى شي واحد ما غيحس بها من غير الامهات اللي ضايعين ليهم وليداتهم. فالله يجازيكم بالخير، اللي شاف هاد البنيه سميتها هبه، هذه هي الصوره ديالها، انا كنحاول نزومي عليها باش تعرفوها، هذه هي الصوره ديالها، راه قالوا لها الناس تكرفسات في الحاله ديالها. يتصل بيا ولا يتصل بالبوليس والله يسهل عليك. الرقم وصفه الساعه خوتي بحال خوت بحال خاتكم، ما تاديوهاش اكيد اكيد، حسبوها كما بغيتوا تحسبوها، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. الرقم هو 06 11 16 92 81. كنتمنى من هنا العشيه نسمعوا شي اخبار ديال الخير على هبه. حتى هنا غادي نودعكم في امان الله، حتى نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.